بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، وطيب الله تمنياتكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل بركة بهذا الصباح، صباح الخير والمحبة بأشواط الصغار والأشواط الرئيسية. وهنالك سيوف مقدمة من السيد زايد بن مجدل العتيبي، له جزيل الشكر والامتنان لدعمه المتواصل لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، لتبرعه بسيف ذهبي للشوط الأول والشوط الرئيسي لفئة المفاريد بكار، والشوط الثاني سيف الفضي للمفاريد القعدان. إذن انطلق مشاهدينا متابعي الكرام بحفظ الله ورعايته أول الأشواط، الشوط الرئيسي على السيف الذهبي، والألف ومئتين هي المسافة المحددة لهذا الشوط. أعود لك مع صدارة الشوط، راه يا عبد الهادي بن حمد بن شير المري مع أول المنطلقين جلمودة، تصل مع ثاني المراكز عبد الله بن شويمي الهاجري، المركز الثالث هنالك الهائلة للسيد ناصر بن فهد الهاجري، ورابع المراكز إعصار للسيد عسلان بن فهد المهشوري، وخامس المراكز هنالك اللافية ناصر بن مطر الفضلي مع خامس المراكز. إذا نعود مع صدارة الشوط، مع القوة والإبداع، مع جلمودة من غيرت من تسللت نحو صدارة الشوط نحو المركز الأول، هنالك السيف الذهبي المقدم من زايد بن مجدل العتيبي للفائز بالمركز الأول. راهية على الصدارة، راهية غيرت وتتسلل نحو صدارة الشوط، عبد الهادي بن حمد بن شير المري، وأيضا جلمودة، جلمودة واللحظات الأخيرة عبد الله بن شويمي الهاجري، هنالك إعصار مع المركز الثالث إعسلام بن فهد المحشوري. يا سلام، الله الله الله، السيف 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 بالانتظار، السيف بالانتظار، الخط نهاية اللحظات الأخيرة، الانطلاق الأخير، هنالك راهية مع أول المنطلقين وجلمودة مع ثاني المراكز، اللحظات الأخيرة، الانطلاق الأخير، التحدي الأخير، راهية جلمودة السيف السيف يا مشاركين بانتظار الفائز بالمركز الأول. تهانينا وألف مبروك لعبد الهادي بن حمد بن شير المري على فوز راهية بالسيف الذهبي المقدم من زايد بن مجدل العتيبي لحصول رايح على المركز الاول. المركز الثاني تصل جلمودة للسيد عبد الله بن شويمي الهاجري، المركز الثالث هنالك اعصار للسيد اعتلام بالبهد المشهودي. مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والف مبروك لعبد الهادي بن حمد بن شير المري على فوز راهيه في المركز الاول وحصولها على السيف الذهبي بالشوط الرئيسي. اذا السيوف وهنالك المتبرع والداعم لهذا السباق زايد بن مجدل العتيبي، له جزيل الشكر والامتنان لدعمه المتواصل لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. هنالك الشوط الرئيسي الثاني لفئة المفاريد القعدان، والسيف الفضي أيضا بانتظار الفائز بالمركز الأول، وأيضا الداعم والمتبرع لهذا السباق هنالك زايد بن مجدل العتيبي، متبرع بسيفين، سيف ذهبي وسيف فضي للأشواط الرئيسية. تهانينا وألف مبروك، وألتقي معكم مشاهدينا متابعي الكرام مع الشوط الرئيسي الآخر والمفاريد القعدان والسيف الفضي.